كيف أعيش حياتي كما أحبها، لا أفكر فيما يقوله الناس حولي أو فيما يظنونه. الناس تراب، ربنا بيقول هو الذي خلقكم من تراب، فأنت لو مهتم بنظرة التراب أنت اللي بتنزل نفسيتك وقلبك، ولو شايف أن التراب بينفع ويضر يبقى راجع معلوماتك. البني آدم كائن ليس له تأثير أمام قدرة الله، إذا أراد الله شيئا لا يقف أمام الإنسان، وهو القاهر فوق عباده. وبالتالي نظرة الناس ليك، الناس بتحكم على بعض برؤيتها، يعني أنا أحكم عليك بعقلي، فأنا عقلي ده بايظ، عقلي ده مليان أمراض ومليان مخاوف ومليان ظنون وعندي مشاكل، أنت ما تدفعش ثمنها، أنت ما تدفعش ثمنها. وأغلب اللي بينتقد بينتقد بيكلم نفسه، يعني بيبقى عايز انا اقول لنفسي حاجه فمش عارف اقولها لك انت، فبيسموه البروجكشن، الاسقاط في علم النفس. فعايز تعيش حياتك اعرف ان الناس تراب، ركز في اللي يرضي ضميرك وخلي ضميرك متوافق مع كلام ومراد ربك، ساعتها تطمن وربنا يسخر لك قلبك ويسخر لك العباد كمان.